هذه هي لا بون ميثود دو برون دان فولون اوتوموبيل. الساعة تكون 10:10 دون اون بروتال كي تونطامي ان فيراج في البروتال. في البداية كي تجي داخل البروتال تحوس على المحور تاع الدوارة تاعك دون مانيير باش ما تقيش البيتون من هنا، وكي تسيبو وتكمل لا بروتال تاعك ما توسيش يدك هكذا طريقه خاطئه. هذه دور يدك هكذا، دورو بروغريسيفمون وكي تخرج من لابروتال كذلك ابدا دور فيه او فيرو ميزور حتى تخرج من لابروتال وتسقم المحور تاع لا ديريكسيون تاعك دروات وتخرج قباله في لوطوبوت. اما دور القيدون بهذه الطريقه وتخلي يدك هكذا بوندون ان بروتال في محور دوران تاع بروتال تاع لوطوروت مثلا، هذه طريقه خاطئه. لازم دائما تحوس على المحور تاع الدوران تاعك وين راه كي تسيبو تحكمو ميليو تاع لوبروتال كي تسيبو توجور يدك ديرها هكذا. علاش يدك ديرها هكذا؟ مام بروادي لا ديريكسيون تاعك هي معوجه راهي طونطامي في بروتال او ميليو دو لوبروتال، يدك لازم توجور ديرها هكذا 10:10 باش الا كش ما كاين ان اوبستاك سي لا ميور ميثود لي يكون عندك ان ريفلكس باش تجبد فير لا دروات ولا باش تجبد فير لا كوش. اما تكون مكونداني يدك هكذا ومخليها، هذه طريقه خاطئه ا ايفيتي. هذه وحده. ثانيا هذه حبيت نسلط عليها الضو كذلك، في لابروتال كاين نقطه الحبل اللي هو لو بوان دو كورب. لو بوان دو كورب هذايا كل ما انت تدخل في لابروتال كل ما لو بوان دو كورب يتبدل يتبدل يتبدل، وانت او طون كو كونديكتور راك تسوق في السياره دون زين بروتال في منطقه الدوران في فيراج، لازم انت عينك لازم توجور تكون في لو بوان دو كورب او ميم طون راك تعس البيطون منه ومنه تاع تدخل فيه، هذه مفروغ منه، هذا لازم تعس مليح. وشنو لو بوان دو كورب؟ لازم عينك تكون فيه، فلا ربما تكون كالشاحنه متوقفه او ميليو دون بروتال ودايره ان تريونغل دون بو. ردوا بالكم دوك نوريلكم لو بوان دو كورب هذا وين جاي. تبعوا معايا، هاديك السيارة تاعك، هادي هي هاكا طونطامي بروتال باش تخرج لوطوروت مثلا كيما تاعنا هادي منا مشرقة باش تخرج لوطوروت باش تروح فيغ ألجي مثلا. هادي هي هاو لو كونديكتور، هاو لو كونديكتور هنايا هاو يخزر نقطة الحبل اللي هو لو بوان دو كورب، هاو يخزر ديريكتومون لهنايا. هو لو كونديكتور وسيارته كي تقدم لو بوان دو كورب راح يبدا يتغير تدريجيا، سيارته كي تلحق لهنا البوان دو كورب يولي هنايا في هاد لي بارتي، سيارته كي تلحق لهنا لو بوان دو كورب راح يولي هنايا، راكم فهمتوني، حتى يخرج من لوطوروت ويقعد يعس في لو بوان دو كورب. خطر الحطق الخطر المحدق في لي بروتال خاصة شاحنة تيطيحو اون بان بزاف في لي بروتال. معظم الاحيان نصيبو دي كاميون طايحين اون بان اون بان دون زين بروتال. الوغ دائما انت تعس في لو بوان دو كورب، انت كل ما تتقدم كل ما لو بوان دو كورب هذا يبدا يتبدل لو فيرو ميزور، وراك طونطامي في لابروتال تاعك اون توت سيكوريتي حتى تخرج للطريق وتسقم لا ديريكسيون تاعك كيما قلت لكم قباله اون توت سيكوريتي، تبدا تحوس تستقيم في سيارتك. والخرجات تاع لي بروتال ردوا بالكم، الخرجات تاع لي بروتال كاين شاحنات يجوزو عقصة اليمين من تماك، كاين بزاف شاحنات يجوزو بلا ما يكلاكسوني، يشوفك خارج من البروتال بصح ما يكلاكسونيش. هذاك هو المستوى تاعو، وهذاك ما حلبت البقرة، هذاك ما حلبت البقرة، نقولها بكل صراحة، هذاك هو المستوى تاعو. نورمالمون هو مول كاميو شاحنة كيما هو الله يبارك الرودة تاع السيارة تاعو قد الماروتي تاعي، نورمالمون كيشوفني خارج من البروتال على الأقل يكلاكسوني لي بلي بالك هذا راه كاميو كبير شاحنه حجم كبير رد بالك. خطره انايا
ما فقت حتى سطر راه يبدا مروضه قد الماروتي تاعي. مزيان اللي كان عندي يعني فلاكس جبت وسلامات. بصح هو الى فالو كان يصوني عليا هذه حتى صرات لي في 2005. كي تجي خارج من البروتال سيتو هنا في هاد المناطق هادوما هنايا انت راك خارج منا والشاحنات راهم اقصى اليمين يمشوا هنايا في هاد لي بارتي ولا حافله ولا ردوا بالكم. كي تلحق لهنايا عس مليح ولازم يكون عندك ريفلاكس تحوس على لونغ المور شكون اللي راهو جاي من لوطوروت على اقصى اليمين. هذا هو درسنا اليوم ان شاء الله، وفقنا الله وشكرا جزيلا على تتبعكم. وهذا الفيديو كان لازم واجب عليا نعاودها خاطر الفيديو الاولاني فيها بزاف الهراج، هاني بدلت هذا هاي ميساجور. بصح حول هنا علينا وعليكم. السلام عليكم، ولا عجبتكم جام وابوني دي نوفو يوتيوبر، ابونيو مع لاشين تاعي ان شاء الله يكونوا دي فيديو في المستقبل في المستوى ان شاء الله تعليم السياقه والوقايه من حوادث المرور. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وشكرا جزيلا لكم.